فندم، بشكرك يعني دخولك معانا على الهوا بنظره مبدئيه، يعني بعين الخبير بقى بعين المتخصص، شفت الحادث ده ازاي او شفت ما حدث من اختفاء للطياره دي؟ صباح الخير. صباح النور. انا كل بس اللي اقدر اقوله لحضراتكم دلوقتي ان كل المعلومات دلوقتي في كم هائل من المعلومات بتتدفق، في كم من الاقاويل احنا لازم نهدى ولازم نستقي المعلومات من مركزها الصحيح. انا حاليا مش في موقع المسؤوليه ان انا اقول معلومه مصطيران واجهزه وزاره الطيران الناس دي. مضطر استاذن لان عندي طيب دي كلمة طب مهندس طب شريف فتحي طبعا وزير الطيران، هنعلق عليها ونلخص الكلمة دي. بس أنا لسه معايا على التليفون الكابتن أحمد مشعل. ألو يا كابتن، لسه معايا يا فندم؟ معاك يا فندم. يعني كنا لسه بنتكلم في نقطة الالتزام والحذر في الكلام الرسمي والكلام، وطبعا وزير الطيران اتكلم في أكتر من نقطة أهمها إهابته أو رجائه من وسائل الإعلام إن يعني تتوخى الحذر. ما معنى هذا الامر يعني من المتخصصين بقى، من وجهه نظر المتخصص انت ككابتن طيار، لما المتخصص لما الوزير يقول كده معناه ايه من وجهه نظر المتخصص، هو قصده ايه؟ خلينا ناخد من كلمه الوزير النقطه اللي قال عليها. يا جماعه ما ينفعش ان احنا بنبقى محتاجين في 6 أو 7 ساعات نحاول ان احنا نطلع نعرف اسباب الموضوع ونحل الموضوع ونقول التكهنات ونصدقها ونبني عليها تداعيات الموقف بعد كده. تمام. خلينا نرجع للوراء بالتاريخ القريب، مش بعيد قوي. حادثه الطياره الروسيه كميه التكهنات اللي طلعت في الاول حصلت لها اسباب كتير قوي، لكن في الاخر كل الناس عايزه تقول هل هو حادث، هل هو فعل، هل هو عطل فني في الطياره. كان هناك استباق لمعلومات، يعني من ضمن الاستباقات اللي حصلت النهارده. خليني اكمل بس لحضرتك نقطه صغيره، ان الطياره دي نفسها نفس اللجنه اول ما طلعت قالت بياض ده، قالت انا مش هقدر اقول حاجه الا لما اوصل لتحليل وقناعه كافيه ان يعني الاسباب الحقيقيه للحادث. ومن بعد ومن ايام قليله لجنه التحقيق بنفسها حولت الحادث للنيابه لما وصل لها شك او قناعه ان في حاجه مدبره فعل فعل. فحوادث الطيران يا جماعه بتاخد وقت عقبال ما تعرف الاسباب الاوليه، عقبال ما تعرف ايه اللي بيقدر يحصل، لكن الموضوع عمره ما بيتساب. مش معنى ان هو بياخد وقت، الموضوع عمره ما بيتساب، بيفضل وراه ومش بس كمان بيحاسب المتسبب ايا كان نوعه، لا كمان بيتم تطوير اجراءات الامن والسلامه والصيانه لتجنب عدم حدوث الفعل ده. انا ليا سؤال هام بس عايز اسال حضرتك عليه يا كابتن بعد اذن حضرتك، وده يعني بيتعلق بزملائك، يعني برضو الاستباق انه تم نشر صور لطاقم الطائره على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا على بعض المواقع. طبعا كان في يعني معلومات تتعلق بكابتن الطائره ده اللي تم يعني تداولها بشكل رسمي، وهو ان هو كابتن على كفاءه عاليه جدا، قائد الطائره وايضا له خبره وباع طويل في قياده الطائرات وعدد ساعات طويل، وايضا يعني على الطائرات بشكل عام وعلى هذه الطراز من الطائرات بشكل خاص. صحه ما تم تداوله من معلومات او صور حول طاقم الطائره؟ حضرتك انا كل اللي اقدر اتكلم فيه في النقطه دي بشكل شخصي، انا بتكلم عن الله يعني كابتن محمد شقير. الكابتن محمد دراسة. شقير زميل دراسه. محمد شقير شركه. انا دخلت المعهد في نفس الوقت مع بعض، وتخرجنا في نفس الوقت مع بعض، دخلنا الشركه في نفس الوقت مع بعض، اشتغلنا في نفس الوقت مع بعض. يعني كم سنه صداقه واخوه؟ 96 يا فندم، 96 و97. يعني اذا حضرتك يعني بتتحدث عن امر شخصي وعلاقه 18 سنه صداقه واخوه، صداقه بزميل وزماله في العمل العام. كابتن محمد بيدي من وقته كتير، ان هو كان عضو مجلس اداره رابطه الطيارين. ربنا يلطف. طيب انا يعني انت حاسس يعني شخصيته عامله ازاي؟ يعني لو توصلها كده شخصيته. مش هقدر اقول لك غير ان يعني انت لما تفكر في اخر اسبوع كابتن محمد الله يرحمه، كابتن محمد كان عازمنا كلنا في البيت عنده، وكنا يعني قاعده زماله وصداقه، ومش هقدر اقول اكتر من كده. وانسان محترم وعلى خلق محبوب الناس كتير جدا، ما حدش يقدر يختلف عليه.
ايه 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 كان اكتر حاجه بيحبها كابتن احمد؟ هو يعني كان يحب يلمنا، كنا نحب نخرج مع بعض، كان يحب يخدم زمايله. في كمان يعني طبعا يعني حضرتك تشد حيلك يعني طبعا، ربنا ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى طبعا الخير والسلامه. لكن كابتن احمد يعني كنت عايز اسال حضرتك، لو بما انه صديق ليك يعني من سنوات طويله، يعني لو احنا بنتحدث عن اسره الكابتن محمد شقير، او يعني خصوصا انه برضو تم الاستباق نشر صور لي، يعني انا ما اعرفش هل المعلومه دي صحيحه ولا لا، بس احنا بنسال حضرتك عن صديق، يعني ما بسالش حضرتك بشكل رسمي انه تم نشر صور. ربنا يقويهم لحد ما يعني لحد ما كل حاجه تبان، ربنا يقويهم قلب معاهم طبعا. اللحظات دي من اصعب اللحظات، لحظات ان يبقى في حد غايب دي لا تتخيليها بتبقى عامله ازاي يعني. صحيح. وانت ساعات لما يعني تتصل بحد ما يردش على الموبايل ممكن تقلق، لكن ده يعني بين ايدينا. انا عايزك تشد حيلك كابتن احمد، تشد حيلك باذن الله ان شاء الله. انتوا يعني انتوا جنود وخير مثل لينا، مش كل وكل امام العالم كله بنفخر بمصر الطيران وبكل طاقمها. حضرتك كل معلش بس الطيارين على مستوى المسؤوليه. كلنا بنحب البلد دي، كل حد عايش على الارض البلد دي هيقدر يديها ويدي منها اكثر كمان. في طيارات دلوقتي، في زمايلي وزمايل محمد شقير على طياراتهم وبيطلعوا رحلاتهم. انا باذن الله النهارده بالليل عندي رحله، الدنيا هتمشي وهتستمر. ايه الحاجه اللي كان يعني كابتن محمد بيقولها لها دايما في الشغل؟ يعني مش فاهم قصد حضرتك ايه الحاجه اللي بيقولها دايما. يعني يمكن انا من عادته ايه في الشغل؟ كان بيحب ايه في الشغل؟ كان ليه عاده معينه في الشغل قبل ما يطلع رحله او يجي؟ من الحاجات الانسانيه الجميله يعني الاجراءات الطبيعيه، كلنا يعني الاجراءات الطبيعيه. هو انسان طبيعي، انسان محترم، بيروح معاده في رحلته، بيخاف على مصلحه شركته، لو في حاجه بيقدر يعملها زياده ما بيتاخرش عنها يعني. طب كابتن يعني انا عايزه اسال حضرتك عن يعني هل اخر كان في يعني اخر اتصال ما بين حضرتك وما بينها، بسالك عن صديقك بقى الكابتن محمد شقير، اخر تواصل بينكم؟ يعني اخر تليفون ده قبل ما يطلع الرحله، وشكرني ان انا قبل ما يطلع الرحله على طول قبلها بيوم يعني ليلتها بالليل، ما قدرتش اقول ليلتها بالليل على طول. يعني قال لي ميرسي ان انت لفيت دعوتي، وقلت له يعني ده انا ميرسي ان انت عزبتي، يعني صحاب مع بعض يعني مش اكتر من كده. صحاب. لكن يعني طبعا احنا يعني شد حيلك يا كابتن، مفيش كلام هنقدر نقوله، لكن احنا بنتحدث هنا بجد عن يعني عن الجانب الاخر يا كابتن، انه يعني انت بتتحدث عن صديق وزميل وعشره عمر، وانتوا دلوقتي اصحابه ومطالبين ان انتوا تطلعوا بمنتهى القوه وتطلعوا رحلات ثانيه وتطيروا بالناس ده اللي وتحافظوا على يعني امنهم وسلامتهم. هو ده يمكن صدقني الصوره الثانيه اللي واحنا بنسبق المعلومه ما بنشوفهاش. ده اللي بيحصل بدون ادنى شك. طيارات مصر طيران انا متاكد جدا، طيارات كلها مصر طيران متاكد جدا، من سواء اللي طالعه من مصر او اللي طالعه من اي حته من الدنيا هتلاقيها طالعه في مواعيدها ومنتظمه بنفس الكفاءه والفاعليه. هتلاقينا كلنا على نفس المسؤوليه، هتلاقينا كلنا شغالين، هتلاقينا كلنا طالعين رحلاتنا. ده شغلنا ودي حياتنا. يعني ما اقدرش والله يا كابتن غير اقول ربنا معاك، وانا يعني مش عايز ادخل في تفاصيل اسال عن عايزك يا كابتن احمد واسمح لي بسألك أنا يعني كمواطن مصري، عايز تقول إيه للمصريين عن الكابتن محمد؟ تقول إيه للمصريين وللأهالي عن الكابتن محمد؟ أقول لهم واحد منكم ربنا يكبر أهله ويسمعهم عنه خبر قريب العاجل يكون كويس، أتمنى يعني رغم من أي حاجة. أقول لهم إن هو إنسان كان بيأدي عمله على أكمل وجه، لم تشوفه أبدا شائبة في اختصاصات عمله، انسان محترم وخلوق وبيحب زمايله جدا. واحب اطمنهم على كل الطيارين مصر طيران، وان والله الشركه بخير، اي حوادث زي دي وارد انها تحصل، مش يعني وارد جدا. وسيله الطيران هو امن وسيله نقل في العالم حتى الان، امن من ان انت تركب عربيه. نسبة الحوادث لو قارنا دي بدي هتلاقي ان برضه لسه الطيران من امن وسائل النقل في العالم. دي اللي فعلا يتقال عليها حاجات فرديه،
ما يتقالش عليها اكتر من كده. طب يا كابتن معلش انا بعتذر، وانا والله مقدره جدا يعني ما تمر بيه وما يمر بيه جموع المصريين اللي يعني اللي ايديهم على قلبهم، واكيد يعني ما حدش فيهم يملك غير الدعاء ليكم يا رب، والاهالي يعني كل اللي كانوا على متن الطائره. لكن انا يعني عايزين اسال، هل يعني حضرتك اكيد حضرتك ممكن تكون يعني على علم يعني ببعض من افراد طاقم الطائره طبعا بجانب الكابتن محمد كلهم شقير. اخوه وزمايل وافاضل، وكانوا بيقوموا على اعمالهم باكمل وجه، جميع العشره من اول الكابتن لحد اخر واحد فيهم فرد الامن. الناس دي اكيد كانت بتعمل شغلها، الناس دي داخله شتتي شغلها الساعه 2:30 الليل، يعني ده عادي بالنسبه لنا، دي ابسط حاجه اقدر اقولها لك يعني. تمام يا كابتن، يعني ربنا معاكم يا رب يعني، وبجد يعني انا بقول لحضرتك انه حضرتك وجميع قائدي طيارات على يعني على شركه مصر للطيران اللي هم بجد يعني دلوقتي المفروض ان هو مطلوب منه ياخد الطياره ويطير ويطلع معانا بقى يعني. ما تقلقوش من الموضوع ده، احنا كلنا معاك يا كابتن، وكل معاك احنا كلنا ايدينا في بين ايدينا في ايدين بعض، وما هي محنه من ضمن المحن، وباذن الله واحد تعالى هنعديها ان شاء الله، وان شاء الله بلدنا هتبقى احسن من اي حاجه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا طبعا يا كابتن، وانا بحييك مره ثانيه كمتخصص على الصداقه والزماله مع كابتن محمد، كان قبطان الطائره المفقوده، على كتير من الامور بتبقى دقيق فيها جدا، وفي نفس الوقت بتبقى حاسس بمشاعر المسافرين ومشاعر الناس طبعاً. اللي منتظره قد ايه انه